كده كويس. الو طيب كده الو الو ايوه كده كويس الو الله Let's go. Let's go. حلو نبدأ بسم الله. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Claudio Serafino. Get ready for the next battle. اوف والله 444 444 دوب يركز. سوي كذا سوي كذا هير non farmi perdere tempo vattene round 1 اوكي والله فايز 14 هذا عليها 12 حسوي هاي والله ايه فكيت حسوي هاي ما بلشت صح يلا Let's go. Oh, you should take it back. Come on, up. I saw him it. Yes, I'm. I saw him it. Oh, fuck. Come back. أشر لي على الجدار طب ما هو فكر اليوتيوب بس ما شفت مضحك اوه دقيقة هو عطى الوقت مرة كثير ايش ذا؟ اوه 14 طب انا تأخرت KO.
انا تاخرت في هذيك 14 ولا كم مي كم بجدار وصل الله وبارك فايت طيب دقيقة يا زكريا ما حينفع كده الوقت يسعى بشان لازم نعجل دقيقة ما حينفع طيب انا كلمته قلت له ما حينفع والله انا ارسل له كده انا اعتبره 1-0 بس 99 الوقت مرة كثير خليني انا ارسل له انفايت زقزق والله اسمه خطير فرح نكتب زك زك داش يلا انا كده ارسلت له ايش باقي سوينا في تويتر خلاص انا ارسلت له أيوة أخاف Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Claudio Serafino. نحسبها ولا ما نحسبها؟ الله ما لها داعي خلينا نحسبها ما لها داعي إني أقول ما تنحسب إلى الآن ما فكيت. Get ready for the next battle. ودوبنا فكينا. بعد إيش؟ يلا let's go. كده 1-0 له. في احد ثاني كتب بس ليش ما يطلع عندي يعني انا كتبت 1-0 بس طبعا مو باين عندي برضو لازم اسوي ريفرش niente di più facile round 1 منور انا دخلت البث بعدين تقول لي اتوسع اوكي بس انا اللي لازم اعرف انه في جاس داون 2-2 ما حيجي على كومبو عشان مت اوه كاونتر هيك ما لحقت الدنجل انت الثاني هاي سوى له Let's go! Ultimate comeback. Fight. Okay, هذيك 1+2. أصلاً كده عارفنا. لا هذه 14 وهذيك عليها ربع قبل شوي كمان. Let's go! Setup. اخيرا ما يجي الا على جيجاس اعتقد لانه حجمه كبير جلاد الجلادين حبيبي والله عمر كذا 1-1 يلا ليتس جو لسه ورانا مشوار
مع انه لو قام عادي كان يقدر يفنشني 14 لو انه قام عادي بدون ما يسوي اللو هذيك الهوب كيك حقي انا 14 كان يقدر يفنشني. اها ارسلنا يا اخي ابغى اسوي زي شو اسمه مادليكا جي سي اي هذا البطولات احط السكور وحركات زي كذا بس هذه ما لها شغله. niente di più facile round 1 fight ميد هاي فنش ليتس جو ليتس جو راوند 2 فايت حينط وحيعطيني لو لو حلو هذه عليها فنش حيعطيني مسكه الله عليك هذه مد صح هذه الثانيه ميد برضو زكريا امس قال لي قبل امس فايت ميد ميد انا حسبها هاي هاي لا تتاخر يا زكريا لا تتاخر او فاك ام ديد هو الكلام في المكسب اللي بعده اوكي كويس استخدم الريجر انا عندي ريج بس ما عندي ستار بس امشي من هنا امشي من هنا افضل ليتس جو فايت طب انا كنت لو كنت صاد هذه ميد وعليها بلسات هذه 14 بلشتها في هزه ليتس جو واحد بس وول كومبو لا ما حينفع كم باك كم باك ليتس جو جايز ليتس جو مستر كم باك مو مستر سايستر طيب كده 2-1 وليد لو انك موجود ترى لازم تغير اسمي خلاص بدل مستر سايستيب تخليه مستر كمباك يا ساتر لسه احس انه ما حمى زي الناس يعني لين دحين يمكن اقوى جيم كان مع سامي قبل 3 ايام ودحين زكريا قاعد اكلم شو اسمه هذاك شامان قال لي خليها بطبيعتها وشوف متى يكون فاضي كلمته على اساس اني ابغاه بكره ايوه سامي عليك السلام لسه كنت قاعد اقول سامي اقوى جيم لعبت معه Let's go. Let's go. Set up. Ah, طلع. لو صديت عليها 12. أعطيني الرج. أعطيني الرج. طب هذه ماينس 9 اعتقد ليش طنشني فايت اوه فاك كملها جيم والله الرينج حقه مره عالي
Fight. 1 2. Ehi, war basta. Sabbi ci vuoi spendere già quelli occhi. Let's go. دائما تيجي بس على ديجاز لانه يقلب لي الجهه الثانيه. فايت. ميد. يا سلام. بدري. ولي البانش. ولي ليتس جو. Let's go! Let's go, guys! والله set up مليون. تكريه أنت متى آخر مرة لعبت معاي؟ ما أنت فاكر ولا إيش؟ كم مجدر؟ هو 10 شت. مجهر والله الريش حقه مرة عالي. ووو جايز. زكريا صح صح يا زكريا. هذا واحد كذا. هشام اوه حركات هشام فيه نايس الله. مين قصدك ضعيف جيجاس ولا كلاوديو؟ لانهم الاثنين ضعاف من ناحية دمج. اعتقد جيجاس اقوى اعتقد. هشام طيب اسمع كلامك. طب انا شايف كلامكم كلكم ايش دعوة. جيجاس لا والله فين جيجاس لما ينهي الكومبو حقه اللي بالثلاثة ضربات اعتقد 1 2 1 او 2 1 2 ناس بس ما يعتبر من نفس الكومبو فاخر ضربة دمجها عالي. كلاوديو ما عنده دمج عالي يعني دمجه عالي بس يعني مو قد كده تتعب عشان تجيب الدمج. كلام عن كومبو وعند جيجاس عنده فنش حق 10 ترى مرة قوي مش أقوى فنش 10. أوه شت هذا سماش. ليتس جو. أوبا 10. أعطيني الريج أعطيني الريج أعطيني الريج أعطيني الريج. ما بعطيك أنا أعطيني. ووو ما أحتاج ريج. أوه فاك هذه عليها 15 يا زكريا. هنسوي ميد. نايس ميد. أما ميد. اوكي ميد مصر. كنت بنزل بس عشان عندي الجدار. لو اعطاني الميد بلس مليون. والله رياكشن زي النار. شوف هذه النهاية شايف النهاية هذه مرة عليها دمج. حسوي مسكة. لا شك انا حسبت حسوي مسكة وسويت الباور كرش. راوند 4 فايت. هذه عليها 12. Let's go. Fuck.
اذا خلاص الرن والله عشان عند الجدار كنت ابغى اسوي كيني ميني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا تقول رام كلاوديو مو قوي. طيب صح كلاوديو ما هو قوي. الكومبو حقه لازم يتعب فيه عشان يطلع 80 ولا يطلع 80 والله يدوبك يطلع. الكومبوات حقته دائما في 60 حتى مع الرننج تو. يجيب فوق 60 إذا عنده الستار بارس إذا سوى ورم ثلث بعد اللونش. ولا كشخصية الكومبوات حقته ضعيفة. عنده دمج من الرننج تو. عنده دمج من البانش حقه ال 12 هذا عنده دمج بس ككومبو لازم تتعب شويه لانه بالستار بارس تجيب دمج عالي بدون ما تجيب هذا القصد لازم تتعب تجيب الستار بارس بعدين كيف تستخدمه فورود 1 بلس 2 حرام صحصح انا مصحصح من اول انا قاعد احمم من الساعه 9 راوند 1 fight هو بدا يسوي فوق هذا فنش وقف ياهو ما قدرت افنش الهاي هذيك واه سوى باك داش هو عارف ان انا حقوم بمربع راوند 2 طيب ليتس جو فايت حيسوي ميت حيسوي هاي والله ميت ابوي انا قاعد مفرش عند الجدار طيب هذه كان عليها بانش عليها رفعه هذه 14 ليتس جو كنت ابغى اسوي اللو بس ما حيقتله وخايف من الريج حقه شوف حيسوي باك داش هو عارف سواها اول مره يتاكد سويت وان ستاندينج 1-1 وسوى باك داش دحين سويت داون جاب ضغط مثلث هو عند الجدار دائما له صلاحيه ضغط وان تو فاك كاونتر هيت هو بودين عند الجدار انا ما بخلي بودين عند الجدار سايد ستيب ليتس جو وات كيف ما جت هذه بدينا ندعم من الجدار بس ساي ستيب جميل والله كنت عارف انه خليني اكملها سويت داون جاب لا هذه 12 يا رامي 12 مصو وف واحد بس وانت ميت يا زكريا فاك ما جت انا الوف فاك 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 صح لسه قاعد اقول جيجاس ما يجي عليه بس كملتها كان مفروض مربع لانه ضخم ما جاته صح لانه ضخم بس مشكلته انه ما هو ضخم زي الدببة دقيقة خليني اكتب كده 3-3 Get ready for the next battle. بس ليلنا طويل دائما كده لما نتعادل خلاص اعرف ان احنا حنطول رامي اهزمه ان شاء الله قاعد احاول بس زكريا صعب ياسر برضو كان صعب بس ياسر عشان يدافع كثير فاعطاني مجال زكريا يدافع بس مو كثير يهجم كمان
ويستخدم ال ايش التشارج حقه يستخدمه مره كثير. ياسر ما قد شفت يستخدم التشارج. لا تهزمه. راوند 1 فايت. ايوه 14 كلشته صح. وهذه فايت تاخر. اخيرا Let's go. ماجد. مع انه الست اب هذا كويس بس ما كملته. كنت طماع كنت ابغى دبل ست اب. عرف له اصلا كنت مره بعيد يعني انا سكت شويه. انا بلس ترى مره مليون ما تحاول تسوي شيء حتى الداون جاب حيجي عليك. والله كنت تحت الرننج هذا اللي من بوينت بلانك مره يساعدني. 14 يا اخي بانش هذا فري. اصل الجدار لا بانش غلط. Let's go. هاي كراش هذا كده أربعة هدف. أنت مالك؟ أشوف لو يجي جوزي. سألته قلت له هيجي جوزي ولا لا؟ قال لي أبوي أنا أبغى ألعب. قل لي إذا اشتد الوضع هيقلب جوزي. مع انه الماتش اب حقي مع جوزي مو قد كذا حيكون لصالحه يعني. ثلاثة اربعة ما ادري ليش بس احس جوزي اعب من جيجاس. ايش اعب ممكن قصدك احسن؟ هو ممكن احسن ممكن نفس المستوى بس الماتش اب حقي مع جوزي صفر فأكيد حيكون أفضل بالنسبة له. حسيت بلاك عنده لاك صح. لازم تلعب نلعب ست نسق يوم كذا ما عندك مانع. أبشر والله أنا قاعد أدور أصلا على ناس نلعب فيرست تن. إلى الآن سويتها أربع مرات هذه رابع مرة لسه في فطاحة للتكن على قولة وليد بلعب معهم وحاطك في اللستة يعني من جد بلعب معك. وليد كان أول واحد لسه أبغى ريان لوفي أبغى رايف أبغى وصفي أبغى بشلاوي كثير كبه ما جت هذه عليها رنش يا رامي عليها لونش ما حخاف بس كان لازم أخاف. باك داش راوند 2 فايت. ما توقعت استخدمها لانه فيها مخاطره. مش انبوت Let's go. لو جت على الجدار كنت اقدر اسوي 3 بلس 4. والله كنت حاس بس ليش ما طنش صح؟
يعني سويت تاكل اول واحدة. ايوه هذا صلك اسكو وات سويت 1-2 بس فايت نازع عليه مد بدينا نزعل من بعض شت هذا 12 وما طنشته صح فك 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 هذه 15 زكريا كنت تقدر تسوي لي لونش فك كده 4-4 والله حامي ورا بعض حامي حامي مشعلل اي والله من جد يعني ما في جيم ما في ست فيرست تين لعبته مع احد زي كذا ورا بعض مع وليد هو جلدني وصل لين 6 مدري 7 بعدين انا فزت الثاني هنا ورا بعض ومع سامي والله شوف مع سامي شعللت فوق بعدين فوق 6 يعني كنا تحت كم كنا فزت اول جيم بعدين هو فاز 3 فزت الثانيه صرنا 3-2 بعدين فاز لين 6 اعتقد مدري 7 وبعدين انا جبته اما هنا شوف لسه ما عدينا الخمسه وقريبين من بعض صوتك واطي مره اما يا عيال طيب اتكلموا كده كويس انا رفعت الصوت كده ان شاء الله كده اعلى ما كنت بستخدمها مره ما لها داعي ابغى الستار برس لا هذه 14 يا رامي مو 15 شوف ما يجي يعني لا مربع ولا 1 بلس 2 1 بلس 2 3 بلس 4 شكلي اجرب 4 ستاندينج 4 لا تحاول لا تحاول ويك اب مع ضربه انسى هذه عليها بوش باك يا حبيبي الشارج بعض الاحيان كذا يخذلك غلط تعطيني الريج غلط تعطيني الريج يعني حتى هذه لو انت جبتها علي انا ماني ميت ستار بيرست ريج ترى مره صعبه بالنسبه للخصم يعني شت هذه لسه معرضة كنت قاعد اتعلمها مستر سايد ستيب وات اوكي غريبة غريبة السايد ستيب هذاك ما جاء وهذا البنش ما جاء في ايه طيب سويت باك داش وفنشت شت مع انه عليها 12 بس كملها واطل اوكي ايه كم هذه ليش اتوقع انه هي اصلا 12 وانا احسبها 9
كذا 5-4 له. والله شكلي اسوي زي ياسر اجيب لك الديمون سلاير حقي، اجيب لك دانتي ونفوز، مع انه زورو افضل كوستيم عندي. طب كيف زكريا دحين صوتي كويس ولا برضو واطي؟ يلا عادي بعدها اغير وباخذ جوزي. اوه اوكي طيب تغير اذا انهزمت، ايش افوز انا وانت تغير؟ ابويا نلعب نظام هذا حقهم لوزرز اونلي، اللي تقدر تغير الماب او الشخصيه. صوتك تمام دحين الحمد لله. Let's go. Round one. Fight. كنت تحت طيب. يا أخي حقك هذا الكومبو جدار، ما يعرف ليش أحسه حاجة ثانية جديدة. هذه عليها بوش باك دائما تطلع تطيح فيها. هي فكيتها. انتبه وهذه مضمونة، هذه مضمونة. طار. اوه شيت. طيب جاتك كاونتر، كنت تقدر تكملها كومبو. Let's go. الرينج حق الهيد ده مرة هجي. ميد. لو رحت يمين افضل. هيسوي كتف، هيسوي باور كراش. هذا هومي ولا ايش؟ سويت سايد ستيب يمين. أما انتبه انتبه بلس 7. شكلي حبطلها خلاص. فاك ليش حسبتها بانش؟ طب هذه 9 كيف بنشتري عليها؟ هذيك 9 اللي سويتها كيف بنشتني؟ حتى لو 10 كيف؟ كذا 6-4. اوكي 6-4. هذا الآن مباشرة تسجيل. Get ready for the next battle. رسميا الفصل الدراسي الأول يكون عن بعد كامل. أما اوكي بروين انا اشوف والله شكلي اروح ام بي اي بعد السته. صاحب صح ورد بالرد قلبه. هو 6 انا 4 بالرد قلبك ايش؟ هو 6
انا اللي اربع. Niente di più facile. Round 1. Fight. هذه ليش سويتها هنا؟ هاي سوي ميت. كنت حاس. اوه هاي كرش. هاي سوي ميت. فاك. ديم يا دمج. عليها رفع يا رامي. عليها رفع. اما ما جت. ليتس جو. غلط. كان طنشت احسن من كذا. وانا الكومبو حقي ما ادري ليش ما وصل ذا. اوف هذه كان عليها طنش بس وديتها. اوه هذه 13 صح. ميكس اب. الباور كراش حقه 13. الثانية. فاك. ليتس جو. ليتس جو. وادري ما توصل جدار كان سويت كومبو جدار. فاك. اوه شت. ليتس جو. شوف عند الجدار هو ليتس جو. ليتس جو. اوه فاك. نايس نايس. فاينل راوند فايت. والله وصل وين. هنشوف الكومبو حق الجدار ذا الاهبل هذا. اما هذا 13 ايش تقدمت انا. شيل كومبو. والله الاوكي حقه ده مرعب كده. 7-4. طيب خلينا نجيب الديمون سلاير حقنا. ليتس جو. امس لا والله مع سامي زي كده 7-4. بعدين من لا كانت 8-4. من 8-4 ل 8-10 فزت 6 جيم بعدها. فهذا الديمون سلاير حقي حيجيب 8-6 جيم و4. هذا هو الكلام. 6 جيم و4 6 جيم. وانا لو فزت كم؟ لو فزت 3 متعادل. ايه بلا غش. قلنا المهزوم بس اللي يغير. فاك. يلا مو مشكلة مو مشكلة. يلا نمشيها. ولا هو فايز مفروض ما يغير. حتى شوف انا ستيج ما غيرت. بس غيرت لبس. ولا كنت اقدر اغير ستيج. لكن اللعب حبي في النهاية. ما هو بطولة ولا اي شيء. طيب ايش لازم افتكر ضد جوزي؟ هنا الكلام. انا جبت الديمون سلاير ودحين مو ديمون اللي ضدي. اوكي هذه هاي صح. هذا لازم افتكره. ابوي امشي من هنا. Round 2. Fight.
تتنصات الفريمات حقتها ما أعرف والله. فريمات مرة ماني عارفها, ماني عارف متى أضرب. سويت هاي كرش أنا بس يلا. هاي كرش سرعة 14 وغل الماجيك فور حقه كم. مرة مرة الماتش اب حقي مع جوزي كل على الاقل الكومبو ده يجي عليها. Let's go. Final round. Fight. طيب انا عارف انه هاي ليش ما رفعت. ايش البانش ده الهبل. اوه هذا كم عليه. اما هذه كلها مضمونة. والله ستاي ستيب ما جاء ولا كان احلى. 7-5. Let's go. طبعا انا دحين ماني عارف متى الست الجاي حيكون اللي هو فيرست تو 10 متى يعني. والله في راسي مره ناس كثيرين, مره مره كثيرين. وليد طبعا اخر السر خلاص, لانه اول واحد لعبت معاه وقلت خليني امر على الشباب بعدين اجي له تاني. ابغى وصفي انا, وصفي وهشام, وصفي وهشام. انا حاسس اني هستمتع فيه اكتر من اني سواء اجلد او انجلد فيه. هستمتع لانه نينا حقت هشام مرة كويسة, مرة مرة كويسة. In the beginning يا واد هذا in the middle مو in the beginning يا واد. ساعة لحين عدت. طب بلشها صح. حفظها حفظها وسوى ميد بعدها. لا تعطيني الرج. الله اعطاني الرج. اوصل الجدار. نايس. سويت ميد كان يقدر يسوي لي لونش. والله سويت هاي كراش يا عيال. هاي كراش 14 برضو شكلي لازم اسرع من 14. فاك نزلت لا اراديا. اوه هذه مو 14. معقوله حركه زي كذا مو 14؟ والله مره قويه الحركه دي, يعني تعتبر كي موف. وهذه مو 12 اوكي. ليتس جو. رننج تو ما نفع. سوى هومينج شكله هو عارف ان انا اسوي سايد ستيب بعد 1 2. سوى هومينج. ما حاخاف هستخدمها على طول. فاك كده 8 ديم. والله تقدم 8-5.
شوف اذا هو جوزي ما حينفع معاه دانتي ان شاء الله. دحين ما يرجع جيجاس كمان، انا لما اقعد اغير هو يقعد يغير، ما في ما حينفع. اذا هو مو جيجاس ما لعب ديمون سلاير. الحين لعب بمين؟ Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. لا خليني العب جوزي. ايوه خليك جوزي، لانه انا اخترت ديمون سلاير على اساس انه جيجاس، بس اذا جوزي ما حينفع ديمون سلاير حقي او دانتي بشكل عام. خليك بجوزي، نلعب ب شو اسمه هذا هيسوكا. باقي له هو جيمين، انا لازم افوز 5. الله مره كثير 5، يعني لو انتهت مثلا 10-7 له انا راضي، بس مو 5. ايش الفرق يا اخي؟ كلها سكنات عارف، بس يا اخي منتلي كذا تخش جو. يعني انا دائما ما افوز الا بزورو، ليش لا تسالني ما ادري. بزورو دائما افوز، مره ابغى افوز اخذ جوجو. يعني حتى العيال لاحظوها لما ندخل البطولات ما افوز الا بزورو، اذا غيرت زورو انهزم. اوه شيت، هذا كله بنش. اوكي فاك، حسبتها حتكون قريبة. والله سوكا يا عمي، انت كل مرة حجينا بحساب ولا ايش؟ لا لا مس انبوت، والله مس انبوت. يا اخي الفريمات هذه هبلة حقتها. ليتس جو، احب انوع. لا يمكن. اوكي بالله كذا. اوكي ليتس جو. شوف دام انه هو سوى سايد ستيب، ما ادري سايد ووك، يبغى البلكونه. ليتس جو. اسمع سامي، شوف انت جيت وانا فزت، لا تروح خليك، خلينا نشوف. هلا ليتس جو. شت الستار برس ما جاني. هولي شت، والله دخل في حضنه مع اني سويت سوي انا. فاك الرينج، والله ما قاعد يسوي باك داش بس بيجيني. فاك اما طيب قبلها قدرت، بس هذا ليش ما قدرت؟ لسات بس. كم النتيجة؟ النتيجة دحين 6-8 له. 6 خلينا نكتب 8-6.
يا أسطورة والله. أنا ما توقعت إن أنا أسوي زي كذا، لأنه استخدامي أصلا للستار بيرست والفريمات مو زي كذا، بس عشان شخصيتك أخاف من البوك حقها فلازم أضغطك في وجهك، ولا الرننج ما أقدر أسويه من المسافة هذه، عشان كذا استخدمت كل الستار بيرست اللي عندي. قلت يا أبوي ما في إلا فورورد فور، مع انه الفورورد فور ترى لو سويت سايد ستيب ولا سايد ووك ما يجي عليك، بس ما استخدمها كثير يعني، ما استخدمتها دحين الا عشان ما عندي الستار بيرس. راوند 1 فايت. ليتس جو. اوه فاك، ليش نزلت انا؟ انا ما بالجدار. ليتس جو. راوند 2 فايت. اوه فاك، حسبتك حتسوي الهاي. ما ادري هي الوضعية هذه عندها هاي ولا ما عندها. ديم، لو الثانية كاونتر هيت كلها تجي. اوكي، شيء جديد تعلمنا. اوكي، وما عليها بنش 12، عليها 10 اعتقد، وهذا ما عليها بنش. حلو، عندي الستار بيرس. اه ما جت رننج 2، جت فورورد 2. لو رننج 2 ما تاكل عيش، ما تاكل عيش، حتى لو بالسوي حقتك هذه ما تاكل عيش. هذه عليها رفعة. يهو، ما عليها بانش ليش؟ ليتس جو. آه 9-6، دايم باقي له جيم واحد بس. 9-6، اوكي باقي جيم واحد، يعني هذه حتكون التمت كمباك. يلعب بجاس، لا لعب بجوزي. Iron Fist Tournament 7, Claudio Serafino. طيب انا ما غيرت الماوي من كذا. هو فوز واحد وخلاص، نودع ونقفل وكل حاجة. بس انا ما غبني الا يوم ما غير، وانا اللي انهزمت يا اخي. انهزم بعدين غير، اما انا يلا عوافي قلنا انا، عشان ما يكون عذر لي اصلا. رامي حس عندك نوم؟ لا والله ما عندي نوم، ما في لا نوم ولا اي حاجه، بس انه قلت لك الشيء اللي يزيد حد ينقلب ضده. انا ليا كم دحين قاعد العب تيكن مره كثير، كل يوم بس فرست التين، عشان كذا امس ما لعبت لاني حسيت اني كثرت منها. هاي كراش دين.
هذه مو 14 يا رامي، لا تفنش 14، لا تفنش 14 يا رامي، فنش 12، جرب 12. اوكي هذه 12. Let's go. Oh fuck. خلاص راوند وننهيها. كم قتلها؟ 9-6. قلت لكم لو اوصلها 7 انا راضي. لكن لازم نؤمن بالبكش يا رجال، ما معك اي نؤمن. انتهت، نزلت انا على تحت على اساس قال لك ابغى اصد الرجل حقته. يلا جي جي. 10-6 صح؟ اي 10-6. اوكي 10-6. اوكي كذا خلصنا، كذا خلصنا 10-6. بس هنا خلاص وخلصنا، سويت اللي عليك. والله سويت اكثر من اللي علي بس ما قدرت. الماتش حقي مع جوزي صفر، شوف من يوم ما قلب جوزي فزت مرة واحدة مع قياس اللي فزت 5 مرات. لكن خلاص ايش سوي، وبس والله خلاص شكلنا كده نقفل البث وبس خلاص. سلامتكم.